مرحبا يا شباب، يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله لكل خير. هذه جولة جديدة معاكم، تأتيكم كما تشاهدون من مدينة طرابزون بالجمهورية التركية، وراح نغطي معاكم أهم الأماكن السياحية في هذه المدينة لهذا العام 2023. حياكم شباب. شباب، هاي الحافلة اتحركت الحين، وصلتنا لأول محطة اللي هي مطل بوزتبح. طبعا هذا المطل احنا يعني صورناه قبل، كان في 2019، راح نصور عليكم مرة ثانية. شوف المطل طبعا يكون يعني يطل على المدينة في أكملها تقريبا من هذا الركن. يا شباب المطل يشرف على المدينة وبيوت المدينة، فنادقها، مساجدها، وطبعا هناك في الأفق بيكون البحر الأسود. المطل يا شباب طبعا في أيضا ممشى، والممشى ينتهي ببعد ايضا مطل زجاجي، هذاك بيكون برسوم، المطل الزجاجي برسوم. شوف هذا المسجد مميز باربع هاي المآذن، هاي او المنارات. هذا يا شباب اسم المطل. طبعا يا شباب المدخل من هنا، الممشى هناك بيكون برسوم. هني يا شباب هني طبعا بيكون قهاوي بسيطة، اللي حاب ياخذ له شيء بسيط ياكل من هنا. استانس الحجي، تفضل حبيبي، تفضل حبيبي، تفضل. شنو يبيع؟ تفضل حبيبي. الله ما شاء الله، ما شاء الله، الرحمن جل خير. ابو فروه، ابو فروه، ابو فروه، ريو ريو ابو فروه، ريو ريو ابو فروه. السلام. دوره 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 ابو فروه. كلي زبده، كلي بتير، كلي 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 بندوا كلي. شكرا. افو افو افو. هذا يا شباب منظر بانورامي لمدينة طرابزون من اعلى قمة بوزتبح. مرحبا يا شباب، واحنا نصور هذا المطل راح نعطيكم نبذة مختصرة وسريعة تعريفية بهذا المطل الذي يقصده طبعا الجميع، وهو من المطلات المشهورة جدا في هذه
المنطقة. طبعا هاي تقع اللي هو تلة بوستدة يا شباب في مركز طرابزون فوق الميدان مباشرة، يعني اللي بيجي الميدان يقدر يجي هذا المكان لأنه ما في مسافة تبعد بينهم، يعني تقريبا 10 دقائق بالسيارة اللي يروح الميدان واللي يجي هني 10 دقائق بالسيارة توصل لهذا المطل الذي يقصده الجميع. مكانكم تشاهدون يا شباب كلش غاية في الروعة. طبعا تتوفر في القمة العديد من المقاهي التي تقدم الشاي والقهوة والشيشة، وتتمتع بمناظر مختلفة، وتعتبر بوستبة واحدة من أماكن الجذب السياحي في طرابزون للسياح العرب. فعلا السياح العرب يعني يقصدون هذا التلة أو هذا المطل، وذلك للاستمتاع بهذه المشاهد التي تشاهدونها يا شباب. مطل كبير ورائع كما تشاهدون، واحنا يهمنا في القناة من هذا المطل الخضراء هني، شوف احنا يهمنا هني. ترتفع تلة بوستبة عن مركز المدينة مسافة 3 كيلومتر، تغطيها طبعا الأشجار الخضراء كما تشاهدون يا شباب، وتتمتع بإطلالات رائعة على مدينة طرابزون والبحر الأسود. ويمكنك إذا أتيت هنا يا حبيبي يمكنك مشاهدة مناظر خيالية ومذهلة لطرابزون. تعتبر هذا المرتفع أو المطل من أفضل الوجهات السياحية في طرابزون خاصة في الليل. إذا جيت في الليل تلاحظ الأمر مختلف تماما عن النهار. هاي كانت نبذة بسيطة يا شباب عن هذه عن هذا المطل. أخ جبل يا أخي، كله جبل كله صعود هني. هاي رمانة، شجرة رمان فيها رمانة. زين هذا المطل طبعا تقدر تقصده خصوصا في الفترة المسائية مثل ما قلنا لكم في النبذة التعريفية، في قهاوي، في أماكن للشيشة اللي يحبون الشيشة، وفي طبعا اللي هو محلات حق الوجبات السريعة أيضا. والمطل يتمتع بمناظر خلابة وجميلة كما تشاهدون. احنا حاليا في شهر 12، طبعا كل الجو كله غيم، وهذه قدامكم هني هذه الورود الجميلة محمدي اللي ما في ريحة بس شكل. اي وينك يا محمدي البحريني وينك؟ طبعا يا شباب اللي حاب يجي هني سواء عن طريق التاكسي او عن طريق الهواء الباص، المسافة يعني مو بعيدة عن الميدان، فالمبلغ بيكون طبعا بسيط جدا، تقريبا يعني مو اكثر من 10 ليرات تركية اذا بتجي من هناك الى هني. يكون هاي التسعيرة، تجي في الليل هني تستانس تشرب شاي شيء كذي، لأن المناظر هني تستاهل، يعني تشوف هاي المناظر تستاهل واجد حلوة.
مرحبا يا شباب، أخذناكم في جولة في هذا المطال، مطال بوستبة في مدينة طرابزون، ومن هذا المكان سنأخذكم إلى مكان آخر. أهلا وسهلا بالجميع.